سوهاج اللي على ميعاد تاريخي، افتتاحات كبرى، هتشوف قرية أم دومة، قرية تتحول إلى أو تتحول من حال إلى حال آخر 180 درجة. 180 درجة. أم دومة قرية من القرى اتحطت من ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فتم إنشاء وإنجاز في قرية واحدة 18 مشروع خدمي. سوهاج خدت 49 مشروع بالمناسبة. تعالى أكلمك على مدينة سوهاج الجديدة واللي فيها مستشفى جامعي تكلفته 1,100,000,000. اقعد فكر معايا، هو ده ما كانش بيجرى قبل كده ليه؟ في مواطن تاني أكثر حكمة هيقول لي مش مهم ما كانش بيجرى قبل كده ليه، المهم إن إحنا بدأنا. دي المستشفى، أنا راضي ذمتك، راضي ذمتك. المستشفى دي زيها زي المستشفيات الفاخرة اللي مش في التجمع واللي في الشيخ زايد واللي في ست، ولا لا بالأمانة اللي انت شايفه قدامك اهو، واسأل أهالينا في الصعيد أو اسأل يعني صديقنا الرائع وأستاذنا الفاضل سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أهلا أهلا أهلا. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك؟ وابن سوهاج كمان في التعريف طبعا، يعني ابن محافظه سوهاج مركز طحطة. مركز طحطة من عند رفاعه رافع الطهطاوي. طبعا بلد الشيخ رفاعه رافع الطهطاوي. طبعا اولا استاذ مصطفى او سياده النائب، عاوزين نقول لكم الف مبروك على سوهاج. الله يبارك فيك يا استاذ يوسف. يعني سوهاج كلها بتتأهب ويعني مترقبة لخلال ساعات لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة سوهاج. زي ما حضرتك اتكلمت، ده زيارة تاريخية وحدث تاريخي وبيرتبط بالخير لمحافظة سوهاج. يعني حلو الكلام ده، يعني شايفين خير كتير، شايفين مشروعات، شايفين انها زيارة خير ان شاء الله هتكون خلال ساعات في محافظة سوهاج. كلمني عن الخير اللي في سوهاج واللي احنا مترقبين افتتاحاته بكرة والاعلان عنه بكرة مع زيارة فخامة الرئيس ان شاء الله. ايه اللي حصل في سوهاج؟ كانت فين وراحت لفين؟ انا هقول لحضرتك جملة يا استاذ يوسف. يعني مبادرة حياة كريمة اللي احنا بنتكلم عنها، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي المشروع القومي الأعظم لتنمية الريف المصري. ده اللي هيغير وجه القرى المصرية وهيغير وجه الريف المصري كله يعني في العصر الحديث. المبادرة زي ما احنا عارفين بتستهدف 4,700 قرية ونجع تابع 55,000,000 مواطن. لما نتكلم عن المرحلة الأولى منها كان 52 مركز. هنا أنا ليا وقفة يا أستاذ يوسف. طبعا المرحلة الأولى بدأت بالقرى الأكثر احتياجا، أكثر من 70%، أكثر من 70%، لأن ده مؤشر. لما يكون ال 52 مركز اللي تم اختيارهم في المرحلة الأولى، منهم في محافظات الصعيد 34 مركز، منهم في محافظة سوهاج 7 مراكز من أصل 11 مركز، يعني 7 مراكز من محافظة سوهاج دخلوا في المرحلة الأولى. ده يدينا مؤشر إن محافظة سوهاج كانت فين، إن محافظات الصعيد كان فين، واتنقل لفين. صح. يعني لما يكون مراكز محافظة سوهاج بتمثل حوالي أكتر من 20% من المراكز المرحلة الأولى في الصعيد، ده يدينا مؤشر كبير. لما تكون محافظات الصعيد بتمثل أكتر من 60% أو 65% من محافظات المراكز المرحلة الأولى، ده يدينا مؤشر الصعيد كان فين. هنيجي نتكلم عن مراكز محافظة سوهاج. المرحلة الأولى الحياة كريمة تضمنت 7 مراكز لمحافظة سوهاج، هتخدم 4,000,000 مواطن في 181 قرية ونجع تابع. كم مشروع بيتنفذ في المرحلة الأولى يا أستاذ يوسف؟ 3,421 مشروع بتكلفة حوالي 60 مليار. يعني بدأت طبعا، يعني بدأت بتكلفة كانت حوالي حاجة و30 مليار، ثم ارتفعت إلى حاجة و40 مليار، ثم وصلت تقريبا حاليا لحوالي 60 مليار. يعني إذا أردت أن نتحدث بتفصيلات أكتر
عن نوعية المشروعات، يعني احنا جاهزين بالارقام طبعا زي ما حضرتك. لا قدها وقدودها يا سيادة النائب، يعني اولا بحكم تركيبتك وشخصيتك، وكمان بحكم وكالتك لا او باعتبارك وكيل لجنة الخطة والموازنة، فعندك الارقام بالمليم زي ما بيتقال. يعني المشروعات زي ما احنا تحدثنا، عشان هي بس كتيرة، 3241 3421 مشروع في حوالي 25 إطار أو محور: صرف صحي، مياه شرب، شباب ورياضة، مجمعات زراعية، مجمعات خدمية إلى آخره. مشروعات الصحة كمان مهمة جدا، عندنا 222 مشروع للصحة بتكلفة 6 مليار في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج. عندنا 764 مشروع صرف صحي بحوالي 15 مليار، وده طبعا الصرف الصحي كان من أهم المطالب لأهلنا في يعني القرى والريف في محافظات الصعيد. عندنا حوالي 380 مشروع مياه شرب بمليار و8 من عشرة، عندنا 30 مجمع زراعي و30 مجمع حكومي، العديد من المشروعات الهامة التي كان يتطلع عليها أهل الصعيد. حضرتك كنت بتتكلم عن الهجرة الداخلية، طبعا يعني ما كانش في فرص عمل، ما كانش في جودة في الحياة أصلا صح في الريف. فطبعا مشروع يعني مبادرة حياة كريمة يعني هي التحقيق الفعلي للعدالة الاجتماعية ولحقوق الإنسان، لأن هي اللي يعني بتقلل الفوارق في جودة الحياة بين أهل الريف وأهل المدن ومحافظات الصعيد ومحافظات وجه بحري. طبعا يعني من أهم القرى اللي تنفذ فيها المشروع، واللي إن شاء الله ستشرف بافتتاحات غدا من السيد الرئيس وزيارة من السيد الرئيس، هي قرية أم دومة، يعني مجلس قروي أم دومة. وأنا بتشرف إن أنا أكون نائب دائرة طحطة وطمة وجهنا، اللي مجلس قروي أم دومة يعني بمثل المجلس في الدائرة. طب ده كلام حلو قوي. ده هياخدني على أم دومة يا أستاذ يوسف، عبارة عن 8 قرى و43 نجع تابع. 8 قرى و48 نجع تابع. يا دين 43 نجع تابع. اتنفذ فيها كم مشروع؟ أيوة، اتنفذ فيها 128 مشروع. 128 مشروع أبو دومة وتوابعها، يعني ايه بمليارات. فيها 18 مشروع مياه شرب، فيها 6 مشروعات صحة، فيها 16 مشروع كهرباء، فيها 4 مشروعات بريد، فيها مشروعات طرق، 8 طرق أسفلت و8 تطوير، في 5 مدارس، في عمارات سكنية، في 15 مشروع اتصالات، في 8 مشروعات غاز طبيعي، في مجمع حكومي وهيفتتح ده غدا في القرية الأم. دائما في المجلس القروي بيقام مجمع حكومي ومجمع زراعي في القرية الأم، بيضم كل يعني الوحدات الحكومية اللي كان بيحتاج إليها المواطن، بدل ما كان بيروح بأكتر من مكان، كله ده موجود حاليا في مكان واحد، سواء الخدمات الزراعية في المجمع الزراعي أو الخدمات الحكومية في المجمع الحكومي. في مشروعات مراكز شباب، 3 مشروعات في أسواق، وفي مواقف، وفي نقط إطفاء، وفي مشروعات تبطين ري، في مشروعات تضامن اجتماعي، إنشاء مركز تنمية أسرة وطفل، يعني العديد من يعني المشروعات. كل ده اتعمل يا سيادة النائب، 28 مشروع في مجلس قروي أم دومة ضمن مبادرة حياة كريمة. كل ده اتعمل؟ اتعمل بالفعل. نسب التنفيذ في بعض المشروعات وصلت لنسبة 100%، يعني نسب التنفيذ في العديد من المشروعات وصل لنسبة 100%، وعموما ما فيش مشروعات تقريبا أقل من 80%. طيب يعني النسبة ده معناه التنفيذ 80%. صححني لو أنا غلطان، وأنا هستخدم مصطلح كده إيه يعني عادة لا يستخدم من قبل كده، اللي أنا فاهمه من كلام حضرتك سيادة النائب مصطفى سالم، إنه سوهاج اتبدلت من حال لحال، اتشقلبت، صح ولا انا غلطان؟ استاذ يوسف انا بدات لك جمله انهت المساله. لما يكون المرحله الاولى اللي هي القرى الاكثر من 70% نسب الاحتياج فيها، خدنا 7 مراكز من محافظه سوهاج من ال 34 مركز، ده من 34 مركز دول في الصعيد كله، 7 مراكز من اصل 11 مركز في محافظه سوهاج، ده يديك مؤشر سوهاج كانت فين. طيب سوهاج كانت فين في العقود اللي فاتت، وبقت فين دلوقتي
في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده لما نتكلم عن مبادرة حياة كريمة. بس ده أستاذ مصطفى برضو يعني فيه خطورة على النواب. احنا كده هننزل للدوائر نقول له هنوعدهم بإيه طيب؟ يعني احنا هنبقى عاوزين نحط برامج عشان الناس تنتخبنا. ويعني اللي بيعمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيخدمنا احنا كنواب، ومبادرة حياة كريمة وفرت مجهود كبير جدا على النواب وحققت اللي كانت النواب بتسعى ليه وما كانتش احيانا في العقود الماضيه وفي الفترات السابقه. يعني احنا كنا بنجري سنين عشان نوفر مشروع صرف صحي او مشروع ميه او مدرسه استاذ يوسف لاهلنا في القرى. دي كانت فده وفر على النواب مجهود كبير واداهم فرصه اكبر ان هم يمارسوا الدور في الرقابه وفي التشريع. فالنواب فرحانين ومبسوطين بمبادره حياه كريمه وبالمشروعات دي لانها بتخدم اهلنا والمواطنين، وده المستهدف في النهايه. انا بقولها لك كنوع من الدعابه، انت عارفني يعني احنا اصدقاء بقالنا 15 سنه دلوقتي، فلانه دايما كانت الناس تيجي تقول لك ايه، والله احنا هننتخب النائب اللي قدم لنا برنامج كويس وعايزينه يعمل لنا 1 2 3 4، فكان بيبقى ملقى على عاتق النائب في الجولات الانتخابيه بتاعته حمل كبير. بالطريقه دي على رايك الحمل خف، يتفرغ النواب للرقابة وللتشريع، صح؟ الدور الأساسي يا أستاذ يوسف، والنواب جزء من الدولة، يعني الدولة والنظام النواب جزء منها، بيسعى الجميع لتحقيق الخدمة للمواطن في النهاية. حضرتك اتكلمت عن موضوع تاني ومهم جدا وهو موضوع مستشفى سوهاج الجامعي الجديد. صح، يعني الوضع الصحي في سوهاج خلال الفترات السابقة كان يعني، ودايما حضرتك كنت بتسمع، كان في يعني ازمه وفي مشكله، خاصه ان احنا عندنا يعني 7 مستشفيات داخلين تطوير، 7 مستشفيات احلال وتجديد، فده كان مؤثر على الخدمه الصحيه في محافظه سوهاج. مستشفى سوهاج الجامعي المزمع افتتاحها ان شاء الله ضمن الافتتاحات غدا، يعني نموذج مشرف للمستشفيات والخدمه الصحيه في محافظات الصعيد. هي تكلفتها على فكرة 1,178,000,000، مش 1,100,000,000، 1,178,000,000. و78 قبل المليار ومية كمان. 1,178,000,000. ها. دي بتقام على مساحة 36,000 متر، عبارة عن 3 مباني، المباني على حوالي 7,000 متر بنسبة 20% من المساحة. فيها كم يا أستاذ يوسف؟ فيها 300 سرير. في 300 سرير في المستشفى الجامعي. يعني وفيها مجهزة على أحدث طراز من الأجهزة عشان تقدم الخدمة الطبية الملائمة لأهلنا في محافظة سوهاج وتحل مشكلة الأزمات الصحية اللي كانت موجودة في محافظة سوهاج يعني خلال الفترات السابقة. يعني مفخرة للجامعة ومفخرة للقطاع الصحي والقطاع الطبي. حاجة تفرح قلوبنا والله يا سيادة النائب ان احنا نشوف سوهاج كده ونشوف كل محافظات الصعيد كده، واللي جاي برضو هيفضل احسن من كده كمان، لانه سوف ننافس انفسنا عام بعد عام. والله بجد انا بشكرك جدا يا سيادة النائب، نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة، ونشوفك بقى ان شاء الله في جلسات يوم 15. كل الشكر سيادة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.